صباح النور وصباح الخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في يوم جديد وغزال وزوين من القرية. يوم يشبه يوم حياتي هذه يا بابا، تبارك الله عليك بابا، حسني ملي كنهضر معاكم راني جاي كالوالد. نهار كيشبه النهار في البادية ما عدا الجو والطقس اللي كيتغير والاشغال كتختلف من الموسم للموسم. دير الورق ولين وخان كيف ما جا حفظك وبس. انا ورك حبيبي الله يرضي عليك. امين يا رب. حفظك يا رب. مزيان ها انت عطي لاطاك عاود يا لابد دايما. واش كما كنقول لك واش تربى بالزواق ولا بالفم؟ راه بالخدمه با خصنا نخدمو. انا ما كنبغيش الوسخ يبقى في الارض، ما نبغيش حتى حاجه تبقى في الارض، خاص تكون مزيانه الارض تكون صافيه وندير فيها الغبار ونزرع وتكون الدنيا مزيان. يكون لا كاس لا يجيك لا يخليك حتى حاجه ما نخدعك باش تعطيك غله مزيان. ايوا المهم انا العقل ديالي كيدوز ليا داك الشيء، كنبغي حاجه تكون نقيه وما توسخش يدك. معليش الله يهديك. لا 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 ما شتيش هذا اللي قالت باش كنخدم با اللي قالت يا اللي قالت راه اليدين صافي راه تكلاو راه تكلاو وصافي كيضرونا ولدي. خصني ندير اللي قالت وصافي. اللي قالت باش تخدم. واه واه وفين خالتي ما جاتش؟ ايوا مازال قالت لك عاد غادي تجي. ايه واه يوش قالت لك سير تلحق عليكم. هاكا هاكا داك يا اخي بلانو في وما فيه. هو بغيت ندير واحد الديزاين جديد للمحل عندنا، المحل ديالنا اللي ما كيعرفش باللي راه عندنا واحد المحل سميتو رواق خالتي ماما. بغيت ندير فيه واحد الديزاين واحد الديكور، وهاد الديزاين خصني ليه شي شجره تكون يابسه، عود ديال الشجره يكون يابس. ايوا عليها كنشوفو مع الوالد يتمنى يلقى شي شجره يعطيها بغيتي باش تصلح. حتى هادي تصلح وما نعرف حيت ما وقفاش مزيان. لا با راه كدير لها القاعده التحتانيه من تما دابا لتحت هي اللي كتكون ثقيله. دابا هادي فاش غادي تقاد كنظن غير غينقص ليها بنادم هذا، ولكن حكي ديالها ما وقفاش مزيان ما غادياش طويله. واه غادياش طويله هادي لا بحال دابا هادي الا طيرت هاد العود التحتاني ولا شوف دابا واش خاصني وقف فيها مزيان بحال هذا. لا ماشي هذاك هو اللي واقف مزيان، ها هو اللي واقف مزيان. نتي ولا ني الحارت هو لا هذاك الكبير قرار غادي نقطعو انا وبابا واحد الفرع من هاد الشجره اللي كتشوفوا الفوق. هذيك داك العود انا غادي نصاوب بيه واحد الديكور وواحد التصميم وواحد ديزاين جديد اللي غادي يكون زوين في السطور عندنا ديال رواق خالتكم مام. هادشي اللي كاين بما وصلنا لديك المرحله وغنديروا ديك لا فيديو اكيد غادي تشوفوها هنا. غير تسناونا وبقاو متبعين القناه، ما تنساوش تبقاو ديروا لنا لايك وتبارطاجيو، اهم حاجه اشتركوا معنا ودعموا هذه القناه اللي كتبارطاجي معكم شي حاجه اللي هي سامبل ومع الطبيعه وشي حاجه اللي كنعيشوها رفقه العائله الصغيره ديال خالتكم ماما وعمكم قص. يلا نمشيو نشوفوا الوالده شنو بغات دير. اين حداز ديالنا سالدي التنكسي حداز ديالنا يما هو يمين تيستيغشا ايوا حتى تجي خصني صافي. امي واجده نهبطو انا تعطيتها ولدي. علاش امي؟ ايوا
هذاك الشيء اللي كاين راه شدتني واحد المراه جات جدتني تما راه دابا مشات وجيت عليها معليش هي راه الا بغيتي تمشي لهذا الصدقه علاش تحمو كيديروا الصدقه تما تحمو قلت له انا مشغوله اييه انا مشغوله ما غاديش نقول له التفقيرين راه سمحوا لي بزاف بزاف انا ما لقيتش الوقت راه عندي الضياف ايوا هذا الشيء اللي قلت دابا شنو نديروا امي يلا نمشيو نحيد شويه د الرمان نهبطوا للشجره ديال الرمان ديالك يلا على بركه الله نجيب شويه د الرمان وتدي شويه صافي امي نمشي السلام عليكم الواشوتي واشوتين لاباس عليكم بخيرين نتمنى تلم بخير وعلى خير ايوا الجو راه زوين وانا خلتكم ماما انا غادي نحيد هذا الرمان ديال خلتكم ماما راه موجود راه طاب دابا غادي نحيدو يلا تابعوا خلتكم ماما باش تشوفوا بسم الله ايوا ها شوف شحال حيت ثلاثه صافي صافي انا خالتكم مما جمعات انا عيت هذا الشيء هذا عطيك الصحه امي صافي انت خليتي دوك الصغيورين عمرنا هاد السلات اللي كتشوفوا هنا واللي فرزقوا شي حاجه غادي توصلوا اكيد ماشي هادشي حنا انا كناكلوه ولا اللي فرزق ديالو شي حبه غادي توصلوا اخوتي هذا ما كان نعطيك الصحة أمي هذا الدوار ديالنا كيفاش كتشوفوه من هنا كيبان من وسط الجنانات ومسط المزرعة كيبان الفوق إذن خدينا الكمية اللي غادي نحتاجو اللي هي هذه وهاد الخنيشة ها هي دارتها خدكم ماما تما تبارك الله غتحيدي شوية الشيبة راضي جالس معنا في الفيديو قالت لينا بغيت الشيبه ودابا الوالده غادي تحيد ليها واحد الكميه ديال الشيبه باش انا نديها ليها وهذا الشيء اللي كاين هاد الشيبه عند الوالده هنا كثيره تبارك الله ها انتم شفتوا الشيبه شحال بزاف الناس كيبقاو يسولوا علاش ما كتبيع راه المدينه لينا بعيده ماشي شي بلاصه اللي تقدر تمشي ليها بالبهيمه او لا تقدر تمشي ليها على رجليك اولا راه بعيده خصك تمشي ب 25 درهم في ترونسبور وتجيب 20 درهم في ترونسبور دونك باش تبيع الشيبه على الشيبه تمشي لتما ولا ما مخرجكش
زد عليا الاغلبيه ديال الناس عندهم الشيبه كتلقى عندهم يا اما عندهم في الجرده يا اما عندهم في الدار يا اما حيتاش المدينه اللي قريبه لينا حدا هاد الدواور بحال هكا يعني كيجيبوها النيت الناس من تما. وهذا الشيء علاش اصلا هاد القريه هادي الله مؤخرا عاد الناس بدات كتفكر تبيع الغله ديالها. اما ما كانتش كاع كيتباع كياكلوه كيستهلكوه اي حاجه كيزرعوها كياخذوها وكياكلوها لروسهم يعني ما كيضطروش يبيعوها. حقاش غادي تمشي نيت الشريف كتاكلها. هادشي اللي كاين. الشيبه من الاعشاب ولا من النباتات اللي كتساعد على التسخين يعني كتسخن الشيبه منين كياكلها الواء منين كيديرها لواحد فتاه الى غير ذلك كتسخن صراحه معروفه. هنا ها الكبلات اللي غادي نطيبها لك راه مازال طري فيه الحليب خضر اي خضر صافي من الحليب راه حلو حلو هاد الكبلات ايوا صافي على مولانا يلا ايوا هادشي اللي كاين انا غادي نديها صافي نشوف حنا يلا شوف 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 حيت حنا شنو هي النظره حسبنا النظره ما كنتش انت جبت الكبال خليتك وحده راه هي بسما ما فيش الحليب ما فيش الحليب دابا غادي نطيبها لك هادشي هذا راه فيهم الحليب بغيتي ندير لك القليه بغيتي ندير لك نشويها لك بحال هكا ان شاء الله هم. ان شاء الله ملي نطلع للكوزينه يلا خوتي نشدوا الطريق دابا نطلعوا من هنا تريك 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 تيك تيك حتى نوصل لهذا ونوصل للدار. عمرت ايه تفسوس يلا خالتكم ماما التحقت جابت معاها فلفلة ولله الحمد داز الصباح زوين وغزال بزاف مع خالتكم ماما. دابا رجع بحالنا للدار ايوا نضربو شويه ديال الكرش بحال نتوما عارفين يا دابا بما وصلنا ان شاء الله ونرتاح. سخنتي سخنتي بلاتي حتى ها باغي دير شويه دابا اللي زوين دير بعدا شويه ديال الراحه دير شويه ديال الراحه بسم الله دير شويه ديال الراحه الله يهديك الله يهديك الله يهديك دير الراحه سخان تبقى دير الراحه لراسك دابا اللي جاي هذا الحنق ديالك ما غاديش يضرني هذا ما باردش ماشي بحال ديال الثلاجه اي ها بارد هذاك ها بارد راه درنا لهم هذا تغلفت ها هما ايوا علاش طاح فيهم واحد البخوش عندك يحسب حيت ما بغيتش نشرب بابا جميع انحاء العالم الشغل المغرب حيت كيوصلونا لي كومونتير الرسائل ديالكم سواء كنتو كتفرجوا من امريكا من اوروبا من الشرق الاوسط من المغرب مغاربه ديالنا امازيغن النخ كنحيوكم كاملين تهلاو فراسكم داكشي اللي كاين عندي ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله داكشي اللي كاين ونتمنى يعجبكم الفيديو الواشتي واشتينا المتتبعين ديالنا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي دار سنورتين وخالتينا ما هذا هو ستر باي يلا ادعوا معنا حتى انا كندعوا معكم من الصغير والكبير اللي داخل الوطن اللي خارج الوطن يلا تحياتي لعونكم سلامه عرشق لي يبدي انا ما كنعرفش الواجب تاوي هذاك شوف غير شنو غادي نطلب لكم
اسمحوا لي بالزبزب الى 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 غلطي ما كتغلطيش امي انتي شي كلمه ما قلتيها لا هي هذيك الناس كيعرفوك مزيان وتنجهتي في سن متاخره بعد ما ما كنتش كتعرف تهضر حرف واحد بالعربيه ولا الدارجه ولات كتهضر بها ولات كتعرف تصور بالتليفون ولات كدير لكم فيديوهات من راسها لا فام ماروكان ديال بصح